السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في القناة ديالي، قناة لينا استيوس. اليوم بغيت نقدم لكم واحد ساندويتش كنديرو لوليداتي، المهم خفيف ظريف. يلا جيت من الخدمة واحد شوية كندير لهم غير ساندويتش للعشاء، باش هذا راك عارفين السيدات اللي خدامات، الواحد كي كيجي عيان دقدق مهلوك كيخصو غير يحط راسو ويوجد اقل حاجه واحسن حاجه تكون مهم مفيده للوليدات. داكور، مهم هاد النهار انا كان عندي شويه الخدمه، شويه لا شارج في الخدمه. جيت ندير لهم ان ساندويتش بلا داند، كنزيد معاه شويه الفلفله. مهم هذا العطريه، نبدا بالعطريه. واخا راني بديت كنصب نسيت ما صورتش، ولكن تفكرت وبس كنصور، عاد تفكرت وبديت نصور، واخا بديت من التالي ماشي مشكل، ما علينا. المهم انا كندير في العطريه كندير شويه نتاع الكمون، شويه د البزار، كندير فيها مليحه، كندير تويمه، وكيعجبني لوغو نتاع هادي لاصوص دي زويتر، من صوص شينواز. بصراحه كنقلب عليها ما كنلقاها في بلاصه، كنلقاها في اسيمه تما كنلقى هاد لي برودوي شينوا كيلقاهم كيتباعو. داكا كيعجبني، كتعطي واحد لوكو سكري سالي، كتجي زوي. المهم كتجي زوينه، انا كتعجبني. كنزيد معاها باكوا لاصوص صوجا، دابا ما بقاتليش لاصوص صوجا، كنديرها غير بوحديتها مع لاداند، كتجي زوينه بزاف. هانتوما دابا انا راه دايره لاداند، ديجا دايره هنايا كيطيب دابا بشويه، دايره كيطيب مع بصيله ومع سميتو بصيله وفليفله، اي تقلى شويه كنحركو، كنبقى نحركو يتقلى كنحركو كل ساعة. كما دا السيدات راهم كيعرفو كتحركو، بعدا كتحمر شويه تخليه يشرب الماء. دابا ندير انايا هادشي ونرجع ليكم. مهم دابا ها هي دابا كطيب، من بعد ما طيب ان شاء الله تحمر مزيان، هادشي كتجي فتيتيا بعدا كتجي فتيتي بلاصوص بالزيت وب سميتو خاصو في الزيت و شفتو من كدا غسلت بالخل خليت واحد شوية باش تخرج صورة العدان. كديري هاكا، المهم اللي كيبغيها تكون كولوغي كيزيد لها شوية، يا اما تطلع حمرا ولا شوية الخرقوم. انا كيعجبني جو بخافيغ دو لا ليسي كوم سا ناتشور، كنعجبني نخليها هاكا طبيعية. والأذواق تختلف، كل واحد كيديرها كيبغاها. بالنسبة لي في الليل كنحاول مثلا ما نديرش لي برودوي اسيد، كنديرش مواد اللي كتكون حامضية بحال مطيشه، بحال ميمسي الفلفله راها سميتو حتى هي كدير شويه الحموضه، يعني ماشي بحال مطيشه ولا لاصوص طوماط. كنفضل انا هكا ونخليها تقلى. المهم انا نتصل بك نولع ثاني شويه نوريك على ما طيب، كتاخد شويه الوقت على ما طيب، وانا نشوفو نصاوبها في الخبز ونوريكم كيفاش كنصاوبها في الخبز. هي سهلة ماشي شي حاجة، ولكن شي كنبغي بغيت نشارك معاكم. هذا بحال شكل تاع روتين، ميم سي سي با ان فغي روتين، ماشي كومبلي، ولكن غير العشي واخفي فالدراري ساندويتش، بلاص ما نشري لهم ساندويتش من البنكار كنصاوبو لهم هاكا في الدار ياكلوه وينعسو. كاين غدا الصباح كينوضو بكري، كينوضو عندي ولاد كينوضو بكري باش نمشيو ليكول. المهم هدا هو المنظر ديالو من بعد ما طاب، انه شرب الماء. كنتمنى انكم تفاعلوا مع لاباج ديالي، تطلعوا لي شوية لي فيو، وتضغطوا على تشاركوا معايا في القناة. انا عاد مبتدئة، مازال ما كنعرف شي بزاف في اليوتيوب، ولاني اللي كنعرف هو انه خاص التفاعلات نتاع الناس اللي يشوفوا يساعدونا، يضغطوا على الجيم، على ديك اليد الزرقاء الصبع الزرق، فكروا يديروا جيم
ديروا هذا تسجلوا تابوناو في لاباج ديالي، فعلوا زر الجرس باش يوصلكم اخر ما كاين اخر حاجه درتها. وميرسي بور فوتر انتونسيون، شكرا على التابع ليكم. انا غادي نولي نكمل ليكم كيفاش كنصاوبو، وكنتمنى من الله ان تكون هذه بدايه موفقه بفضلكم وفضل الله ان شاء الله. السلام عليكم اخواتي، دابا غندير دي ساندويتش. داكو، المهم انا كنشارككم ابسط حاجه، عادي لي ساندويتش في با غران شوز، ولكن جيساي دو فير لو مي. كندير شي حاجه كبيره، ولكن كنحاول انني ندير احسن حاجه لوليداتي. ندير لهم ساندويتش انا احسن ما نشري لهم. كاين اللي كيبغي يدير بالفرماج كتموت على الفرماج. شي حاجة سميتها فرماج بابسا، كاين اللي كيبغيها في البريسا ولا لا، ولينا نديرها باش تدوب شوية بنتي، مبقاش الفرماج داكي. واحد الاختيار ديالو، كاين اللي كيعجبو يدير بانيني، كيعجبو ياكلو عادي. المهم كيجي مذاق رائع، نتا داك لاصوص دي زويتر كتجي فيه كتعطي واحد الريحه زوينه، كيجي زوين. هذا انا ما درتوش بالطريقه باش كان يعجبني نديرو، كنديرها ونخليها ترقد في لاصوص زويتر مع لاصوص سوجا. راني درتها مزروبه، كنتمنى يعجبكم ورق لكم. نتلاقاو مع التالي ديالو هذا اللي ما كيبغيش يدير. بغيت نشارك معكم واحد لاستيك كنديرها انايا على حساب الفانيلين باش ما كتبقاش تشد الريحه، ما كتبقاش ما كتوسخش بزاف. كندير فيها دي فيلم الماني، هذا طابلي نتاع الفران كنديرو، كان كندير داكشي كامل اللي بغيت ندير فوس منه كنديرو وكنخدم بيه. كي يخرجوا لي تراس نورمال بحال عادي، نتا هما بحال الشكل نتاع الباني دوك اللي كيبغي يشوف لي تراس نتاعها هكا. المهم انا هادي ما خليتهاش يتكرمل بزاف على حسب الدراري باش ياكلوها لي. المهم هذا هو المنظر ديالهم الاخير، نتمنالكم بون ابيتي وما تنساوش تشاركوا. كنقولها مرة أخرى، إذا جات على خاطركم شاركوا وتذوقوا من هاد الشي اللي عجبكم، تقولولي واش عجبكم ولا لا. تعليقاتكم نقد بناء، أنا كنتقبل أي حاجة باش أنا نقدر نمشي لقدام ونحاول أنني نعطي أحسن ما كاين. كنتمنى انكم تساعدونا، ميرسي بوكو بوكو بوكو، شكرا جزيلا الناس اللي تابعونا للاخر.